بنرحب بحضراتكم معانا مرة تانية. ملف الهجرة غير الشرعية، وعشان الذاكرة بتبقى ساعات كده يعني قصيرة المدى وبننسى أحداث وملفات كتيرة مهمة وعانينا منها، نفكر حضراتكم ونفكر نفسنا بخطورة الملف ده. وكنا هنا في الإعلام دايما بنقول مراكب الموت والناس اللي بترمي نفسها في البحر مصير مجهول، والهجرة غير الشرعية دي كانت قصة كبيرة جدا جدا عانينا منها، وإنه إزاي تبقى بتوفر البيئة المناسبة وبيكون في فرص عمل ويكون في كمان توعية خطورة المسألة دي، ولازم تكون مقننة وعارف رايح فين وهتعمل ايه، ومش بس على قد المصريين لكن كمان الترانزيت، وان احنا نكون محطة. وطبعا احنا اننا في وضع في محيط طبعا مليان بالازمات ودول غير مستقرة، فكنا معبر. فازاي الدولة المصرية اشتغلت على الملف ده في السنين اللي فاتت، وصولا انه يبقى من 2016 على ما اعتقد لو ما خدنيش الذاكرة، انه يبقى في انجاز في هذا الملف، واشادة من الاتحاد الاوروبي بانه ما فيش مركب هجرة واحد غير شرعي خرج عن طريق مصر وشواطئها. فبالتالي الانجاز الكبير ده، وحتى كنا لسه من يومين لما كنا بنتكلم على وزير خارجيه ايطاليا وكان الملف ده برضو حاضر، اوروبا طبعا مهتمه جدا بالقصه دي واشاده بانه الشغل الايجابي اللي تحمل في الملف. النهارده بقى بنتكلم على اضافه جديده، هو موافقه مجلس الوزراء على صندوق ليه علاقه باللي بقول حضراتكم عليه، صندوق مكافحه ومنع الهجره غير الشرعيه وحمايه المهاجرين والشهود. الفكره وتطبيقها واهميه الصندوق وهيعمل ايه، ده اللي هنعرفه من معالي السفيره نائله جبر رئيس اللجنه الوطنيه التنسيقيه لمكافحه ومنع الهجره غير الشرعيه والاتجار بالبشر. معالي السفيره مساء الخير، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. يعني الانجاز اللي حصل ده احنا خلينا نقول كده يعني كاننا بنكمله او بنبني عليه بانشاء هذا الصندوق. وضحي لي الفكره والخطوات اللي احنا مرينا بيها يا فندم. الصندوق هو لما بنستكمله يبقى استكملنا المنظومه التشريعيه كلها لمكافحه الهجره غير الشرعيه. بدءا من القانون 82 سنه 2016 اللي هو أول قانون في منطقة الشرق الأوسط بيعرف جريمة تهريب المهاجرين ويضع عقوبات رادعة عليها، اللائحة التنفيذية للقانون. بعد كده إن احنا غلظنا العقوبات السنة دي بناء على طلب الجهات الأمنية، وبعدين الصندوق، وده منصوص على الصندوق في المادة 32 من القانون. كده المنظومة التشريعية الخاصة بمكافحة الهجرة غير الشرعية تكون اكتملت. الصندوق ده هيعمل ايه؟ ايه اهميته؟ اهميه الصندوق ده في مرحله العالم كله بيعاني من ازمه اقتصاديه وبيعاني من الهجره غير الشرعيه، هيساعدنا في ان احنا نكمل دورنا في ان يبقى عندنا جهاز تمويلي وعاء تمويلي بتصب فيه العديد من المساعدات والمعونات المصريه والاجنبيه. أنا متوقع الأجنبية يمكن تبقى أكتر من المصرية، لأن في إعجاب بإني بوحد الوعاء التمويلي وإن الدولة فيها إرادة سياسية لمواجهة جريمة تهريب المهاجرين. فمن خلال الصندوق زي ما هو منصوص عليه هنقدر نساعد المصريين أو الشباب، نعمل لهم توعية، نعمل لهم تدريب حتى يستطيعوا أن يكونوا على مستوى معين في العمل. بنساعد كمان المصريين حضرتك العائدين. حضرتك قصدك اللي هو مثلا اللي كنا بنقول فيه قرى ومراكز كده ومحافظات هي مصدره للهجره غير الشرعيه. أيوة. فكنا بنشتغل ننزل نشوف حرف مهن نعلمهم مراكب النجاه وغيرها. فاحنا بنطلع نستهدف المحافظات الاكثر تصديرا. انا لسه جايه من الفيوم، قبلها في المنوفيه، بزور المحافظات دي، بقعد مع سيد المحافظ، مع القيادات الشعبيه البرلمانيه، وبقعد مع الشباب. الصندوق ده هيساعدنا ان احنا نتحرك بسرعه اكتر ما دام يبقى عندي التمويل. هي مصادر التمويل هتبقى ايه يا فندم؟ هتبقى من الدوله، من ميزانيه الدوله، ولكن من الدعم والتمويل. يعني هيبقى في مثلا تعامل مع مؤسسات تمويل دوليه، مؤسسات معنيه بالملف ده، تنسيق معاها؟ اساسا هي الدول المانحه اللي لها مصلحه ان احنا نحد من الهجره غير الشرعيه، وكل اجهزه الامم المتحده بتساعدنا زي ما هي بتساعدني النهارده. أنا ميزانيتي محدودة، جهدي كله وأنشطتي وبرامجي والتوعية والتدريبات دي من أجهزة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية. فالصندوق هيبقى أكتر،
هيبقى الدعم للصندوق. طيب تبعية الصندوق، الإشراف عليه، تشكيله، اللوجستيات، يعني الحاجات دي بقى التبعية مباشرة زي ما احنا مباشرة تابعين لسيد رئيس مجلس الوزراء، أيضا الصندوق هيبقى تابع لرئيس مجلس الوزراء، هيبقى له مجلس إدارة. تشكيل مجلس الإدارة بقى؟ أيوة هنشكل مجلس الإدارة. أنا برأس مجلس الإدارة، والوزارات المعنية سواء كانت الداخلية، الخارجية، الدفاع، وزارة الدولة للهجرة، وزارات مجموعة من الوزارات بتبقى أعضاء في مجلس الإدارة، هم اللي بيحددوا السياسة وبيقروا الأنشطة اللي بنقوم بيها. طيب هل احنا بنتكلم بقى على برامج موجودة عندنا وجاهزة اشتغلنا عليها، برامج تانية محتاجة التمويل ده عشان نتوسع فيها، وهنا هيساعدنا الصندوق؟ الصندوق كمان هيساعد بالنسبة للمصريين العائدين اللي بيتم ترحيلهم، فبيحتاجوا إلى دعم نفسي يمكن صحي ومعنوي، ولكن أيضا دعم مادي بأن أنا أدربه على أنه يبقى عنده مهنة، يبقى عنده كارد يشتغل من خلاله، يعمل مشروع صغير، كل ده الصندوق بيساعد على ذلك. أيضا بالنسبة للأجانب المهاجرين غير الشرعيين، الأجانب لو عايزين يرجعوا بلدهم عودة طوعية ممكن أن احنا نساعدهم من خلال الصندوق. يعني حضرتك كان مهاجرين الأجانب أو اللاجئين أو ضيوف مصر، وإحنا دايما بنقول أنه لا، لاجئين مختلفين عن المهاجرين. لاجئين لهم وضعية معينة، أنا بتكلم عن المهاجرين غير الشرعيين. فدول مش داخلين بطبيعة الحال طبعا في اختصاص أو في تمويل الصندوق بأي شكل. المهاجرين غير الشرعيين تمويل عودتهم، العودة الآمنة والطوعية إلى بلدهم. يعني معالي السفير، المهاجرين غير الشرعيين الأجانب والمصريين. الأجانب والمصريين، وده اختصاص الصندوق بالظبط. طيب. وأنفذ برضو بدون ما أقطع حضرتك، فضل يا فندم، ممكن من خلاله أنفذ بعض البنود في الاستراتيجية الوطنية. أنا عندي استراتيجية وطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، الهجرة غير الشرعية. الإتجار في البشر عندي استراتيجيتين، واحدة إتجار واحدة هجرة. أنا دلوقتي الصندوق ده عشان الهجرة فقط. طيب أنا وأنا في المقدمة كنت بفتكر مع السادة المشاهدين كده الملف ده، وكنا فين وبقينا فيه إزاي، أو اشتغلنا إزاي عليه. من وجهة نظر حضرتك، يعني أهم الخطوات، المحطات، ووصلنا لحد فين، وإيه كمان الرؤية المستقبلية للتعامل مع الملف ده في كلمة أخيرة؟ أهم المحطات بصراحة، يعني بدون ما يبقى نظرتي شخصية، إن احنا عملنا اللجنة الوطنية. يعني يبقى عندي آلية تنسيقية، ده شيء مهم جدا. يمكن خارج مصر الناس بتهتم بيه أكتر من مصر، يعني احنا معروفين خارج مصر أكتر ما احنا معروفين داخل القطر المصري، لأن الجهات المانحة والدول المستقبلة للهجرة بتهتم جدا يبقى عندي آلية للتنسيق. والصندوق برضو هيشتغل في موضوعات التنسيق، لأن ما باجي أعمل برامج لازم أعمل ده من خلال التنسيق مع الجهات الأخرى الشريكة اللي بتشتغل معايا المصرية. في الدول التانية ولا في مصر؟ لا، المصرية. المصرية. مصرية. زي مين هنا في مصر الأول، بقى نشوف بقى بتنسقي مع مين بقى بره. يعني أنا لازم أنسق مع وزارة التضامن، مع وزارة الشباب، مع وزارة الدولة للهجرة، كل الوزارات الشريكة ديت لازم أنسق معاها وأشوف إيه أولوياتها وإيه برامجها ودول بقى أساعدها. يا سيادة السفيرة، دول هيكونوا أعضاء في مجلس الإدارة؟ مش كلهم. في يعني الجهات في عدد محدود هيبقى في مجلس الإدارة، ولكن إحنا بنشتغل على الاستراتيجية الوطنية كلها. أنا عندي 30 وزارة وهيئة أعضاء في اللجنة. فكل واحد عنده جزئية بينفذها من الاستراتيجية الوطنية، وبالتالي اللي محتاج حاجة ممكن نساعده. فحضرتك بتقولي أهم محطة كانت إنشاء اللجنة، اللجنة التنسيقية وراها القانون. دي من اسمها كده هي نسقت ونظمت، عملت منظومة فيها كل الأطراف اللي شغالين في الملف ده. اللجنة دي عملت القانون وعملت اللائحة التنفيذية وعملت الصندوق. احنا اللي عملناه من خلال مجموعة العمل القانونية بتاعتنا. طيب هنا بقى الكلام ده هينعكس على الرؤية المستقبلية أو خطة العمل. إزاي بنبني على اللي اتحقق ونطور مع وجود بقى أدوات وأساليب جديدة من بينها الصندوق إن شاء الله؟ طبعا في حاجات هشتغل فيها اللي هي العمل التقليدي اللي أنا بعمله كل يوم، اللي هو التوعية. لازم
نستمر في التوعية ونكثف من التوعية خصوصا في هذه المرحلة اللي فيها أزمة اقتصادية. لازم أنا لسه النهاردة جاية من وزارة الشباب وبتفق معاهم إن إحنا نعمل حملات توعية مكثفة أكتر من اللي إحنا بنعملها مع الشباب. وأيضا يجب إن إحنا نعمل التدريبات خصوصا بالنسبة للعمل الفني. نشغل لازم المدارس الفنية، وليا لقاء قادم مع سيد وزير التعليم برضو بالنسبة للمدارس والمعاهد الفنية، لأن ده حل المشكلة بتاعت الهجرة غير الشرعية. جزء كبير من حلها هي التعليم الفني اللي هيمكن الشباب المصري انه يعمل في هذا المجال، ولو حب يسافر بره هيبقى عنده ايضا في ايده حرفة جيدة في هذا الخصوص. طبعا في حاجات تانية هنعملها لإعادة إدماج العائدين إلى مصر، لازم برضو نبقى نوفر لهم مشروعات مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة متناهية الصغر، ممكن مع برنامج مشروعك مع التنمية المحلية، مع مشاريع وزارة التضامن. كل ديت حاجات هنشتغل عليها في الفترة المستقبلية، كل ده لأن لاجب ده علينا مسؤولية وطنية إن احنا نحد من الهجرة غير الشرعية ونتيح للشباب فرصة ونعرفه بالبدائل اللي موجودة البديلة عن الهجرة غير الشرعية. ده دور علينا، وطبعا دور على الإعلام قبلنا يعني، معلش يعني دي أرسل كلنا مع بعض طبعا أكيد مفروض أنكم تدوا أولوية لهذا الموضوع، لأنه التوعية والإعلام في هذا الخصوص مكلف. ومهما جبت أنا من ميزانيات ومن دعم أجنبي من المؤسسات الدولية مش هقدر توصلي وتغطي كل مكان، كل ال 27 محافظة بكل المواطنين. احنا دولة فيها 104 مليون أو 105 مليون، وللنا بس البرامج واحنا نشتغل مع بعض وإيدينا في إيدين بعض إن شاء الله يا فندم. إن شاء الله يعني أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على المجهود، وربنا يوفقكم يا رب، وإن شاء الله مع كمان يعني خلاص احنا قاب قوسين أو أدنى والصندوق بقى يعني يطلع للنور، احنا يعني قريب قوي مش كده؟ طبعا ده يعني في تشجيع كبير من الدولة، من دولة رئيس الوزراء، وكلنا بنشتغل لغاية ما يستكمل بناءه وهيكله التنظيمي، لكن لغاية ما الصندوق يشتغل احنا بنكمل شغلنا يعني. ده أكيد، سواء بالنسبة للهجرة الواردة إلى مصر أو اللي ممكن تقرب من مصر. بشكرك شكرا جزيلا مع السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر. شرفتينا ونورتينا، ونتابع مع حضرتك إن شاء الله دايما. شوفك على خير يا فندم. بشكر حضرتك، بشكركم شكرا جزيلا، وإن شاء الله يعني الحديث بقية والحياة اليوم مستمرة مع حضرتكم كل يوم. نشوفكم دايما يا رب على كل خير.